هناك اهو. ازيك يا سنات؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايه اللي حصل لك؟ جيت البلد امتى؟ مالك؟ كنت هتقفش. هتقفش ليه؟ محروس السايق ظبطني وانا بسرق بيته، انما ربنا ستر، قدرت اهرب في اخر لحظه. انت رجعت للسرقه تاني؟ مش كنت تبت؟ ده احنا قلنا ربنا هداك وعايش عيشه جديده في مصر. ليه بس كده يا سناتي؟ الدنيا كده يا شبراوي، يا تخطف يا تتخطف. يعني ما لقيتش بيت تهرب فيه غير بيتي؟ ده انا حكومه. ايه؟ حكومه. انت بقيت رئيس وزراء هنا؟ لا عسكري. عسكري؟ انت صاحبي يا اخي. ايوه انت صاحبي صحيح يا زناد، بس زمان البوليس دلوقتي بيدور عليه وانا بوليس، يعني لازم ادور عليك واقبض عليك. تقبض على مين يا قد؟ ده انا صاحبك ومتربيين سوا، يعني زي اخوك، ومحتاج استخبى عندك لحد جوه ما يهدى. انا ما اقدرش، حتى لو كنت اخوي دي مسؤوليه. بس عشان خاطر انا في عرضك ما تخونش العيش والملح، لو خرجت منهم هيقفشوني. لا ما اقدرش يا زناتي. مقدرش. شبراوي في حد معاك؟ لا مفيش يما، انام انت، ده اني مولع التلفزيون بتاع القهوه بس. طيب يا ابني. انا في عرضك، انا في عرضك، انا في عرضك، ما تخش العيش والملح. انا زناتي عشان العيش والملح انا هغمض عيني وتمشي من هنا دلوقتي حالا. اروح فين؟ يقفشوني. انا سلم نفسك بنفسك، يمكن ساعتها اقدر اساعدك، اسهل لك اليومين اللي هتقضيهم في الحجز، انما اقعد عندي هنا لا يمكن. ولو طولت يا زناتي انا هدور عليك واقبض عليك كده. طب انا ماشي ماشي. ايوه يلا زي ما تيجي. زناتي زناتي ما تاخذنيش، احنا اصحاب صحيح ومتربين سوا، انما انا عسكري ودي شغلتي، يعني غصب عني يا زناتي. معلش معلش، انا عارف انك عايز تقول ايه. ما تاخذنيش، تقلت عليك يا حكومه. لازم نقبل عليه قبل عرض الظابط نرجع من الاجازه. يا واد الحامل هنا. فين يا واد؟ يا واد الحامل هنا. اسكت يا شبراوي يا ابن خالد، مش البلد كانت مقلوبه طول الليل ليله امبارح؟ انت ما عرفتش اللي حصل. اللي حصل ايه يا عشوب؟ مش حرامي دخل بيت ابويا محروس السايق وكان عايز يسرقه ليله امبارح. وعرفوا مين هلا؟ ازاي لحد دلوقتي ما تعرفوش مطرحه؟ فتشنا البلد شبل شبل يا حضره الزول. يا سلام، والمحطه حاطين عليها حراسه مشدده وكل حاجه ومش لاقيين له اثر ابدا يا حضره الزول. يا سلام، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اقول لحضره الضابط ايه؟ انا مش قادر اسد مطرحه؟ اقول له الامن مش مستتم معايا؟ لا اسمع، ما اقول لك انت وهو، انا ما اسمحلكوش انك تخرجوا مادي الحاله دي. طوارئ 100% انصراف. ايوه خدمه كبيره قوي، والخدمه دي في ايدك انت. ما حدش يمد ابدا. انت تقدر تقنعيها والبركه فيك. ارجوك ما تفتح لها السير لان سعاد. والله يا حضرة الضابط انا كنت مستني حضرتك على رصيف السكه الحديد على احر من الجمر. الف حمد لله على السلامه. متشكر يا سلام. المهم اخبار البلد ايه؟ الامن مستتب؟ مستتب جدا يا فندم، والناس مشغوله في مطارده الفيران، ولا يوجد ما يعكر صفو الجو. و متشكر متشكر. العفو يا فندم العفو. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك. خدمه تانيه يا فندم. شكرا. you
توم فيس. مين؟ 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 أنا اللي بسألك أنت مين؟ أنا سمعت يا بيه. أنت إيه دخلك هنا؟ حركة واحدة هضرب في المليان، دخلت هنا إزاي؟ دخلت من الشباك يا بيه. يعني حرامي؟ لا يا بيه هجام. وجاي تسرقني؟ لا يا بيه أسرقك إيه؟ حضرتك تنم على كل حاجة، هتلاقي كل حاجة زي ما هي. ويعني ما لقيتش بيت غير بيتي عشان تيجي تنام فيه؟ بصراحة بيه أنا غلبت وتعبت. وسمعت الاساتذه العساكر بتوع حضرتك بيقولوا ان حضرتك في اجازه بتصيف، فقلت استخبى هنا، والحته الوحيده اللي مش ممكن فيها الاساتذه العساكر يدوروا فيها هو بيت سيادتك. انما حضرتك قطعت الاجازه ليه؟ انت زعلان مع الجماعه؟ قوم قوم فايز قوم. طب هتص وشي بشويه. قوم الان مستتب. انا مكسوف من حضرتك يا بيه، انا مش بسامح نفسي، مش عارف اقول لحضرتك ايه. عملت محضر سرقة محروس السيد؟ عملته يا بيه. ومحروس السيد بيقول ما تسرقش منه حاجة. وعاوز اسأل سؤال حضرتك يعني مؤاخذة، في حاجة اتسرقت من بيت حضرتك؟ لا مفيش حاجة اتسرقت، البيت زي ما هو. يبقى انا مستتيم تاني؟ انا مش هسامحه يا بيه، انا هخليه يلف في على جميع المحافظات، هخليه يلف في الصينية ونكشف على ثوابه، يمكن نلاقينا عامل اي حاجة في اي مديرية. رحاله مع مخصوص. أمرك يا بيه. أهلا أهلا. والله وقعت في إيدي يا زناتي. مظلوم الله على الصوت. اخرس يا مجرم، ده أنت مظبوط متلبس وبيت الظابط يا بيجي ونايم على سريره. عمركش أنت نمت على سرير الظابط؟ اخرس يا مجرم. هتهزر معايا يا علاء؟ هتهزر معايا؟ إما شبشبتك اما خليتك كعب داير. ايه كعب داير ده؟ يعني كويس يعني اخد معاه فيتامين ولا هو الواحد اللي فيه؟ اخرس يا مجرم اخرس بقول لك، وبص لي لما اكلمك. ايه مش بالي هنا لابس له بنطه حرامي مستورد حضرتك؟ اما شبشبتك سجاره تتسرق حنفي. سجاره ايه؟ كلمني يا مجرم. هنا ده انا هخليك تحلب بصوت سلامه ودوها الحبس. فين سجاره حنفي؟ الشاويش امين بيقول لحضرتك جماعته تعبانه ويمكن تولد النهارده وما يقدرش يسافر. يا سلام يا سلام، مراته بتولد هو ده وقته؟ طب اعمل ايه دلوقتي في المجرم اللي هيطرح؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ايوه ابعت الغفير يندهن العسكري شبراوي. امرك يا حضره الصوت. علم والامن مستتب. ما تعرفش عايزيني ليها يا بستوصي؟ الله اعلم علم علمك، يمكن عايزين يستجوبوك في موضوع الزنات. ايه يستجوبوني ليه؟ انا عارف وهم بيقولوا انك صاحبه. طب ما هو ابراهيم صاحبه ومحمدين صاحبه، اشمعنى انا يعني؟ العلم عند الله. يا رب استر يا رب. تماما يا فندم. شبراوي انت عارف انا بعت لك ليه يا شبراوي؟ لا احد فصول، بس قبل اي حاجه احب اقول لك حضرتك انني بقالي 12 سنه في الخدمه ما غلطتش في حد يا حضره الصول، ما جبت سيره حد بحاجه وحشه يا حضره الصول، ماشي جنب الحيطه يا حضره الصول، صوتي معليش على اي صول في الاسم يا حضره الصول. ما انا عارف يا شبراوي، وعشان كده انا هبعتك مخصوص لمصر. قلت يا فندم؟ هبعتك مخصوص لمصر. مصر؟ أني مخصوص والمصر يا حلاوي. ولا طلبتها ونقلتها يا شبراوي يا ابن خالتي؟ حد يا اخوانا كان يصدق انك هتنزل مصر؟ يا ولا صحيح. بس كل اللي مضايقني يا عشوبي انني نازل مخصوص مع زناتي. معقولة اسلمه بيديا دول للسجن؟ ليه دي؟ ما هو مجرم، هو انت اللي حكمت عليه. يا بس يعني صاحبي برضو عشوبه ومطبين مع بعض يعني. الله نصيبه بقى. انما تعرف يا شبراوي يا ابن خالتي، انا ساعات كده اقعد اسرح في كلامك عن مصر وانا قاعد في المنظره لوحدي، واقعد ما بسهقش من حكاويك عنها ابدا. ايه مصر؟ وفي احلى منها؟
ده انا قضيت احلى ايام عمري في مصر دي. ايوه حكيت. انا قعدت 45 يوم في الاشلاء، خرجت فيهم 4 ليالي، انما بالعمر كله قال. يا سلام. انما تفتكر يا شبراوي يا ابن خالتي يعني لو واحد غلبان زي كده نفوخه في يوم طاق ونزل على هنا يقدر يعيش وسط الناس ولا يندحكش عليه؟ اسكت يالا، احنا ما ندحكش علينا ابدا. ده هناك يا معبط. يا سلام. ايوه زيك كده كتير. امال ايه، انا حبيت اجرب قلت اضحك يعني. فكنت منزل اجازه انزل لابس ميري واروح على الصعايده من دول اللي واقفين بالعربيات. ايوه. واخش بالبندقيه على كتفي واقول له انت واقف في الممنوع ليه يا سيدنا انت؟ يتخض مني ويشيلني واحده. تشيل واحده يا شبراوي؟ ياد بطيخه، هو اللي بدهاني بطيخه. ايوه مني يعني. ايه. اكنك بقى نفسك تروح مصر عشان كده. لا عشوبه مش عشان كده. عشان حاجات كتير. ده انا اسكت اسكت هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا نفسي اروح اشوف الفيشاوي والقباسي واشوفها. ولا اشوف ورده؟ ولا ورده تنك فاكر ورده تاني؟ انت ما انتش عايز تنساها؟ انساها انساها ازاي على الشوب؟ دي شهد مصر كوز العسل. يا دمها شربات حلو قوي على الشوب. حلوه حلوه. انساها. يا سلام يا اخويا. ولما انت بتحبها كده امال ما سالتش فيها السنين دي كلها ليه؟ لا ايه، بعتلها بعتلها 12 جواب جوه 12 ظرف وما ردتش على واحد منهم. يمكن البوسطه لسه ما وصلتهمش. انما انا هروح ليه وانا هسيبها؟ انا بحبها قوي يا شوبي، بحبها. امضي على محضر الترحيل يا شبراوي. ايوه عندي واحد حصار. استنى عزانات المندي باستلام. استنى هلا عايز اهرش. تهرش دلوقتي؟ هرش. ما جيت اهو نطلع المحطة على طول. بالسلامة. تمام يا فندم. خلي بالك منه ده مجرم قراري. ايوه يا فندم واخد بالي يا فندم. طب ما اديله التحقيق. تمام يا فندم. الو مستشفى المركز. ايوه ايوه يا عمال. في ايه؟ ايه؟ في واحدة مجنونة عايزين تدخلوها لمصر؟ ايه؟ اهدى يا ابني، مفيش حد في البلد مجانين عندنا. من كفر جمعة؟ طب اقول لك ايه؟ في واحد طلع دلوقتي مخصوص مصر. ايه؟ اوراقك جاهزة؟ طيب. استنى يا شبراوي. استنى يا شبراوي. شبراوي. بيشرب المي. تعال. ليه؟ ايه يا حصان؟ المهمة اتغيرت. ايه هتفرجوا عني؟ فك هفرجوا عني. ايه هيفرجوا عنك ازاي؟ مش فك. ازاي يا حصان؟ ده انا كنت عامل حسابي ان انا انزل مصر، ده البلد كلها عارفه. يفرجوا عنك ايه؟ يا ابني هتروح مصر بس هتاخد معاك واحده مترحله لمستشفى في مصر. واحده يعني ايه؟ حرمه مجنونه. ايه؟ مجنونه؟ عشان كده ربنا انتقم منها وطير عقلها. يا شيخة حرام عليك، كل بيقولوا ان جوز ما هو اللي مدللها وكمان عشان يلها في الفدانين اللي خلقها. لا ومش كده وبس، وكمان عشان يحط ايديها على الطين. وهنا على امها يا بهية. انا عارفة هم اللي بيقول. مسكينة زبيدة. امضي هنا باستلام زبيدة. حاضر يا حسور. انت عارف انا عارف هتتعبني. انا كنت عايز اطلع مخصوص لوحدي وما اخدكش معايا. خش يا بنتي سلمي على عم شبراوي. ازيك يا عم شبراوي؟ الحمد لله يا بنتي. مش ده يا بنت اللي جنبه. ازيك يا عم شبراوي؟ ازيك يا زبيد؟ ما انت كويسه اهو، امال بيقولوا عليكي مجنونه ليه؟ دي كويسه دلوقتي، اصل الدكتور عطيها حقنه مهدياها. والحقنه دي مفعوله قد ايه كده؟ يا دوبك المشوار. على كل حال خد دول، ان هاجت اديها بص من دول. ايوه ادي لها بص. اسكت. خد ال 3 جنيه دول يا شبراوي. ايه خطوه؟ إيه لو جاعت وبقى اتكلم وبقى كده يا
رش على التمرجنيه في المستشفى. مش كتير دول زي بعضه، مين يعلم يمكن تروح ما ترجعش. على كل حال متشكرين يا خال. زناتي يسكت. انتوا مالكم قاعدين نازلين في بعض كده ليه؟ يا سلفي كلبش، انتوا حراميه؟ وطي صوتك. لا مش هوطي صوتي، ده كلبش، يبقى اكيد واحد فيكم حرامي. ما تزعلينيش يا بنت انت. ايه ده؟ هي جت فوق دماغك، مش قايل لك اسكت؟ انا اعرف مين فيكم الحرامي من غير ما حد يقول لي، ما حدش يقول لي ولا كلمه. هدي بقى دي سيدي محمد. انت الحرامي. انا يا بنت. ايوه انت الحرامي. ايوه شكله كمان شكل حرامي. انت تخين ومتختخ، لكن هو يا عيني عظم على لحم. انت الحرامي، ده انت اللي باين عليك النعمه. طب اسكتي يا بنت انت. لا مش ساكت. اسكتي يا متختخ يا حرامي. انا الحرامي؟ خلاص كده يا زنات جبت لنا الكلام. يعني هي الشتيمه بتلزق؟ ده كلام في الهوا. كلام في الهوا ايه؟ لا يا زنات، الحرامي حرامي. لا الكلام ده كان زمان، ايام ما كان الحرامي عيب، انما دلوقتي الحراميه كتروا فما بقاش عيب، بقت موضه. اسكت يا زنات اسكت، خلينا اصحابه بلاش غلط. معاه حق يا شويش، الراجل ما قالش حاجه غلط. انت ايه دخلك انت؟ هات شاي هنا. يعني عايز اقول لك ان في حراميه كتير قوي في البلد محدش عارفها، ما بيروحش منهم غير الغلبان، انما الدنيا مليانه نرجه ومحدش قادر يقفشهم. انت مالك ايش دخلك في الموضوع؟ انت مواطن انت. الله، هو اللي يقول الحق يطلع من البلد. حافظ على كلامك يا مواطن، انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انت بتكلم الحكومه. طب واذا ما حافظتش على كلامي بقى هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اسكت يا زنات. كده كده فتحتيهم يا زبده. سك على الشاي. اسكت يا زنات، ده مجنون. يا اسكت انا بالله. اسكت يا زنات. اسكت. هلا انت هتعمل عقلك بعليها؟ لا 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 انا بنت دي تستاهل عشان ما تعملش كده تاني. انت يا بنت المجنونه؟ انا بلاقي الحكومه الله يلعنك ويلعن اليوم اللي شفته. انت يا راجل انت هات البلاء يا استاذ صباح. انت ليه بتاع الحكومه؟ البسكوت اللي حصلت لك في دماغ ابوك يا اختي. هيجري يا لوي يا لوي. مالك يا زنات؟ شايل الهم فوق دماغك ليه كده؟ مصر قربت، خايف من بكره، خايف من السجن يا شبراوي. اه ما انت كنت عارف اخر السكه دي يا زناتي، وياما قلت لك واحنا عيال. حق فاكر يا ولا واحنا عيال صغيرين وكنا بنلعب في غيط الحاج اسماعيل عسكر وحراميه؟ فاكر؟ ودي ايام تتنسي. وكنت انت دايما من الحراميه وانا كنت دايما من العساكر. صح صح يا ولا صح. وكان السجن عاملينه عند الساقيه وكنت اخدك اربطك فيها مكان الطور. والحرامي اللي كان يتقفش كان يلف الساقيه دي 7 مرات. والعسكري اللي يهرب منه الحرامي يتربط مكانه. والله كانت ايام حلوه يا زناتي. صحيح يعني. وهي الايام بتلف تاني وهتاخدني للسجن بس بحقه حقيقي. معلش يا زنات، كل حي بياخد نصيبه. مش صح يا شبراوي، يعني المسكينه دي ذنبها ايه عشان يكون نصيبها مستشفى المجانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بنت يا شباب؟ حصل لها ايه يا زنات؟ الزهر المهدئ خلص، اديها حبايه من اللي معاك. خد يا بنت. مش عايز اخد حاجه. الله، انا مش عايز اخد حاجه. واسمع لما اقول لك، ولا انا مش خايفه منك ولا خايفه منه ولا حتى خايفه من حضره العمده. انتوا عايزين تعملوا فيا ايه؟ يعني ارمي نفسي من الارض؟ حرام عليك، ده انا حرمه وغلبان، عايز مني ايه؟ اسكت يا بنت بلاش صدايق. اسكت يا زبيره معلش. خد ده عايز مني ايه؟ كفايه كفايه اللي خدته مني. انا خلاص سبت لك القراطين اللي حيلتي، عايز مني ايه؟ بس سبت لي القراطين اللي حيلتي. انا يا بنت خدت قراطين يا بنت. مش خد مني؟ انا شاهد خدت مني. اسكت يا زنات. خدت مني قراطين. ايوه انا مسامحه، انا عايز اشتري راحتي. قول له انا عايز اشتري راحتي. انا زبت غلبانه. خدي خدي. يعني انت عايز تديهولي؟ اه
طب اخده. طب هات لي ازوزي. ازازه كازوزه ونجم. هات القله اللي عندك دي. هات يا زن، هات يا خلاها تاخد البرشام. فيها ولا في ايه؟ الكلب. هي الولية الفلاحه دي مالها؟ بينها مرات العسكري ومتخانقه معاه. هي دي مصر يا شبراوي؟ ايوه يا سويدي، مصر ام العجب والعجايب. ياه، كل دول ناس يا شبراوي؟ امال يوم القيامه هيكون فيها ناس قد ايه؟ امم، بس عارف يا زناتي، انا لما جيت مصر زمان ما كانتش كده، كان الناس قليلين قوي. جم منين بقى كل ده؟ ما هي ناس بتجيب ناس يا شبراوي. هي دي اللي بتالي؟ ايوه ايوه هي يا زبيدي. الله، دي بلحه وتشرح القلب. هتقعدني فيها يا شبراوي؟ ايوه هقعدك يا زبيدي. الله، دي حلوه قوي، تكبر من دوار العمله، كل دي هتبقى بتاعتاني. الحق، دي فرحانه عقبال ما تفرح باللومانه يا زناد. ميني. سلام عليكم. اسف الزياره انتهت. ده انا مش جاي زياره، انا جاي مخصوص من كفر جمعه ومعايا. قلت لك اسف، احنا كومبليت يعني ما عندناش اماكن، المجانين على قفا من يشيل. ايوه انا جاي مخصوص ومعايا الاوراق من مستشفى المركز. ايوه بس يعني اتاخرت 5 دقايق. يا معلش القطر اتاخر شويه. معلش مش مسؤوليتي، تعالوا بعد بكره يوم السبت. واني ما اقدرش، انا لازم اسلمها. وانا مش هستلمها الا بعد بكره. طب ومن هنا لبعد بكره اعمل بها ايه؟ ابيتها فين؟ ارجع بيها تاني. ارجع بيها؟ يا سلام، ده انا معيش غير استماره رجوع واحده. وانا قلت لك المفيد. استنى بس بيه اصله حمعي، كلمني انا. نعم، عاوز ايه؟ دلوقتي دي مجنونه ودي مستشفى المجازيب. بيت عندكم لما تبقى اللجنه موجوده يحلها 1000 حلال. ايه السلام، 1000 حلال؟ كانت مشاكل البلد كلها اتحلت، من مواصلات لتليفونات لاسكان لامن غذائي. ثم دي مسؤوليه، المجنون لازم نتاكد انه مجنون. ده ما فيش اجن منه، وري له حاجه يا زبيده. يلا يا زبيده، العبي له شويه. يلا فرجيه. العب ايه؟ اعملي نوم العجل ولا ايه؟ لا لا لا، انا احط صباعي في عينه. ايوه عينه اهو، ده مجنونه خالص. اعملي اي حاجه بدل ما نتلطم في الشوارع. يلا. اسف، المقابله انتهت. يوم السبت قبل الساعه 12 انا واللجنه الطبيه موجودين هنا. اتفضلوا، مع الف سلامه. طيب يلا شبراب. يلا زبيده. يلا زبيده، ما لناش بقى. يلا دوم الحكومه في سامي. طب يا زبيده ما تفكريش، انا مش ماشيه معاكم، انا عايز ادخل الزبيدية دي، مش عايز ارجع البلد تاني. ايه ايه، ما هنقعد هنا لبعد بكره؟ ما احنا لازم نمشي ونرجع يوم السبت. ماليش دعوه زي ما قال الكومسيون. واسمعي كلام الحكومه. لا ما اسمعش كلام الحكومه، لو رجعتني هرمي نفسي من القطر واصور لك قديس. سياسها سياسها يا شبراوي، دي مجنونه وتعملها وانت مش قد المسؤوليه. مسؤوليه؟ مسؤوليه ايه يا زناتي؟ يا عالم، دي ست وانت راجل، وسلسهم الشيطان، من عارف هيجرى ايه بينكم وبين بعض. اسكت يا زناتي، بلاش قله ادب. وبعدين دي ممكن تضرب نفسها بسكينه ولا ترمي نفسها تحت الترماي. انت عدل، دي مجنونه تعملها. ايوه مش انت مجنونه تعملها؟ مجنونه يا زناتي. اقري لك بقى انا مجنونه ولا لا؟ هتعملي ايه يا بت؟ هقلع ملط واجري في الشارع، واللي ما اشتريت بلاش اقعدني في الاسبيتاليا. لا يا بت غلطه يا بت، اسكت. انت عايز الجنازه تبقى براحتك. اقعدني في الاسبيتاليا. خلاص خلاص غلطه يا بت انت. خلاص خلاص، مش هنروح البلد. مش هنروح البلد؟ امال نروح فين؟ هنروح عند دي. يعني المساله بسيطه، هوديكم عند توحه. توحه؟ توحه مين دي؟ دي واحده معرفه، انا اعرف فتحتها في الحلال. اه يعني وترضى تبيتنا عندها؟ لا، توحه قلبها كبير قوي، بقى كل شيء بحسابه. انتوا تباتوا عندها انتوا الاثنين، وانا هقعد معاها شويه كده، ويوم السبت ان شاء الله انت توديني الاسم وتوديها المستشفى وكل هيروح لحاله. ايوه كده. انت ليك حركات غريبه كده يا زينات. وده بيت البق. روح عند توحه يا زبيده. ايوه اروح عند توحه ولا والله ايه؟ خلاص خلاص. خلاص غطي، خلاص غطي، عيب الناس واقفه. ودوني عند توحه. امسك البقه بتاعتك. مش فاكر شفتك فين وقابلتني امتى، لكن لقيت الشارع اللي احنا جايين منه ده شارع الفن كله. مفيش صيد في مصر الا ما اتولد هنا. يعني كل المطربين هنا؟ اه اللي بيغنوا يعني. يعني احنا دلوقتي هنشوف عبد المطلب. عبد المطلب مين؟ عبد المطلب مات. يا عليك عبد المطلب مات. عبد المطلب مات. مجنون انت. اسكت اسكت. هو مات من 3 سنين. مات من 3 سنين واحنا كلنا عيطنا عليه. الحق يا استاذ. زناتي ازيك يا زناتي؟ والله وحش ناس. ايه ده؟ لا ده حكايه يطول شرحها. امال البيت بتوعها فوق؟ بتوعها ده متوغش عليك. مش انت ايه اللي اخرك؟ ايه اللي اخرك؟ ده يا سيدي ده ولا يهمك.
لا يفر الحديد الا الحديد. اطلع ده خبر. اهلا يا عمنا، اهلا وسهلا. هلا ازيك يا موسى؟ ازيك يا موسى؟ خلي بالك انا رايق من محلي على ما نيجي. اتفضلوا. حاضر يا معلم فوزي. اتفضلوا. اتوحى اتحت مش الزناتي يا مصر؟ تعالي زناتي اهو. زناتي؟ اهلا يا زناتي. ازيك يا توحى؟ اهلا. ازيك؟ ايه ده؟ ايه ده الشبراوي. انا بسال على الحديد. عكشوني يا توح، عكشوني، اتشطروا عليا وقفشوني ومرحلين على المديريه دلوقتي. ما همش عليا، جيت اشقر عليك اشوفك الاول. ومين دول؟ دي زبيده من كفر جمعه، وده العسكري الشبراوي، ادى عسكري عندنا في البلد، وصاحبي صاحب عمري، متربين سوا يوم بيوم. اطمنا يا ست توح، زناتي حاطه كويس، ما ظبطش متلبس، هي تهمه صغيره كده بس، شروع في سرقه. المهم ما يكونش عنده سوابق. سوابق؟ زناتي عنده سوابق؟ لا من احد. اطمن الزناتي نضيف. اتفضل اتفضل يا جماعه اتفضل. كان نفسي اجيب لك اساور من عند محروس السايخ. جبت لك اساور شبراوي. يا سيدي كله يهون وسيرك تلبسها بدل الذهب الماس. الله جرايا يا زناتي. المهم انك رجعت لنا بالسلامه. تعيش يا ابو الفوز. انا ليه طالب عندك يا توح؟ انت تؤمر. زبيده وشبراوي عزاز عليا قوي، عايزك تدبر لهم على مكان يباتوا فيه ليلتين لغايه ما شبراوي يوصلها المستشفى. مستشفى؟ ليه هي عيانه؟ عيانه بعقلها. السلوك ضربه يا توح. مسكينه مش باين عليها. لا يا ست انت احفظي مركزك كده اهوت وكلمي عيدك. مش كفايه ان انا لماكي من الشارع واوياكي ببيتي وكرماكي؟ ده انا اطردك في لحظه. اسمعي لما اقول لك، ده انا اقدر اخلي وطيها عليها. يا ناس يا زباله انتم. انتي بتقولي ايه يا حبيبتي؟ واقول لك يا ناس يا زباله انتم. ما تاخديش بالك يا زبيده، هي ما تقصدش. انت مالكش دعوه بيا، ما تتكلمش معايا. الله ما تاخذنيش يا ست توحه، هي مش عارفه بتقول ايه. اسمع يا راجل انت، انا مروره منك طول السكه وعارفه حركاتك. كل شويه تلعبلي في عينيك، تهزلي ودانك، ترجعلي في وسطك. انا شاهد. مش كده يا بناتي؟ اسمع لما اقول لك لا، انا مش منه. لا ده انا زبيده. اخلصها يا بنت الفرطوس، لا تدلك في الكلبشات عينيك. طيب ما قتلوني، جايبه بيضرب. معلش معلش ما تزعليش. استني بس بشوف الاوضه اللي حطاني فيها. طيب ما قتلوني يا زلمه. معلش يا مني واحده ليا عشان كده بتبقى عجبكي؟ اهدي الأوضة دي؟ أنا اللي حنام هنا؟ طبعا. أنا حنام على السرير ده؟ أنا. واتغطى بالفرشة دي؟ طبعا يا زبيب. يا بختك، ده أنت عايشة في نعيم. ما أنت بتنامي إزاي؟ أني؟ أنا ساعات بنام زي الخيل واقفة، وساعات بنام على الأرض. آخد حرها في الصيف وبردها في الشتاء. بس على فكرة ده إحنا عندنا سرير كبير قوي، بس بتنام عليه أمي وجوزي. ما أبوكي؟ لا، انا ابويا مات من زمان، والسرير النحاس ده هو السرير، بس دلوقتي بينام عليه جوز امي. خلاص يا عم مشكلتك اتحلت وهتنام. ما تفكني بقى. افكك؟ افكك ده ايه؟ اصلا عايز اقعد مع توحى شويه على انفراد. لا يا زناتي لا، دي مسؤوليه. مسؤوليه ايه؟ ما انت هتبقى واقف على الباب وانا ههرب. وبعدين انا خدمتك يا اخي، خدمني. ده احنا اصحاب. لا 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 يا زناتي، مسؤوليه ومقدرش. لا خلاص. لا يلا 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 توحى، ابعت الست المجنونه دي. يلا يلا قوم من هنا، مش هتنام من هنا. استنى بس يا زناتي، قوم بقى تنزل في الشارع بقى. قوم بس يا زناتي، هتعمل ايه؟ انا لو كنت ههرب منك. ودي وقته يا زناتي. والله انت ابن حلال. طب انا هنزل اوضب لكم حتتين كارع على حتتين لحم طراس على 70 متر من بار. يكفي؟ لا يكفي، مش شاكين قوي. عشت عشت ابو الفوز. لا ورا زناتي. بقول لك ايه يا توحى؟ توحى والنبي تعالي سخني لي شويه ميه بس عشان ابر جدتي. دلوقتي عن اذنك يا شبرار اخويا، عن اذنك لو ظهرك في الافراح. والله انت ابن حلال، ابن حلال مصفي. تعالى يا توحى، تعالى تعالى. تعالى هنا شبراوي. هم راحوا فين؟ مالناش عرفنا راحوا فين. شفت الاوضه اللي انا هنام فيها؟ لا ما شفتهاش. ما تيجي تشوفها، دي حاجه فلالي قوي. ما سيبيني في حالي بقى يا زبيب، واقعدي هنا واسمعي وانت ساكت. اقعدي. شبراوي.
غريب. شبراو ايه زيناتي عوض اي حومه شوفوا بقى بيعمل ايه. لا ما استنى يا بنت استنى. لا خلينا اهو. هو فين ده؟ في سر انتم مخبينه عني؟ لا ما فيش. امال ايه بقى؟ الله يلعنك يا زنات الكلب. انت زناتي انت بقى زناتي. يا شبراوي الكلب شات. يا شبراوي ليه؟ السجن ارحم يا جدع. الكوارع اللي تقاوي الاراده. هذا فوزي. اهلا زناتي. يا ودم وشك ولا وش القمر. ازيك يا زناتي؟ الله. امال فين توحى؟ لا توحى تعبانه شويه بس. مش تعرفنا على ضيوفك؟ اه ده شبراوي بلدياتي. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. الله ده انت عسكري بحق وحقيقي. ايوه عسكري حقيقي. امال عسكري سرير؟ ده انا بقالي 12 سنه خدمة. حتى سالي زناتي صاحبي دي. يا اختي عليك تجنن في البدله الميري. انا اموت في المغامرات. ايه الصنف ده يا زناتي؟ لا ده صنف حلو قوي قوي بقى. زي اللي جوه؟ لا احلى. انت اسمك ايه؟ انا شبراوي. اهلا وسهلا يا سي شبراوي. وانا اسمي ليلى. حظي حلو قوي اني اعترت فيك. اصل عندي مشكله صغيره وعايزك تحلها. انا حظي وحش قوي اللي شفتك من جنب. طب تعال حلها لي. تعال. عندك مشكله؟ حد بقى الحكومه واقفه جنبه وبقى عنده مشكله ولا شبراوي؟ كلها حاجات بسيطه. ولي دايما في الخدمه والناس للناس برضه. بس خدي بالك منه احسن. ده فلاح وشاب وابن حظ ودمه خفيف. طول عمري ما بخافش منه الا في حكايه الحريم دي. حريم ايه يا زلت؟ وانا بتاع حريم ده؟ انا من نقطه للبيت. هات ايدك يا حبيبي. يا جدع ده البنت مش عارفه تتلم على روحها من ساعه ما شافتك. انت ايه يا جدع؟ ده مشيب البلد كلها. ده مفيش حماره في البلد الا لما اشتكيت لي منه. حماره؟ ايه الحاجات الزرايب دي؟ كل ده اطلع منك يا شبراوي. يلا يلا بطل حبة دول ولا بتغزل العين عنك. يلا الحرمة جنبي. ايه يلا يا جماعة مش كده؟ اه هو ده اللي انا حسيت بيه من اول ما شفته. يا وكستي كل ده يطلع منك يا شبراوي. بره منك بره. يوضح سره في اقصر قصدي يوضح سره في شبراوي. ست مش كده مش كده. جسمي ده نقزاز. بلاش الهزار بالحاجات دي يا زناتي. الراجل مننا سمع وانا هنا في مأمورية شغل. شبراوي عنده حق يا اخوانا. هما ليلى صحت روحها. خلينا نلحق انا كل ليله لهم. قومي قومي. ده الليله دي ليله هنا اكبر ليله في الكباريه. مغنى وطرب وهلمة. يلا طبعا هتيجي معانا يا شبراوي مش كده؟ لا اصل زمري وراس لا الاماكن اللي زي دي ما اروحهاش. لا هتروح يا شبراوي. اسكت يا بنت. خلاص نروح فين؟ انا عايزه اروح اتفرج زيهم. ولا انا مش من حقي إيه؟ والنبي يا بيه ده انا عمري ما شفت الحاجات دي. ولا انا شبراوي اشوفهم مره واحده قبل ما اروح لسبيتالي. ايه واسيبك ازاي؟ ده انت عم هسيب العودة تروح الكباريه؟ يا اخي ما تروح يا اخي. الله ده انت نتن قوي. لا اسكت. هنروح كلنا سوا. دي ساعه الحظ ما تتعوضش. حظ ايه يا باب؟ ايه يا ستين دي مسؤوليه ولازم انفذ الواجب. واجب؟ وفي حد بيعمل الواجب اليومين دول؟ يا راجل ما تكسفناش بقى. خلي عندك ولا هنسيبك في البيت لوحدك. يا عالم ما اقدرش. انا لو دخلت مكان زي ده بالبدله الميري اجازه اجازه كبير قوي. يا سيدي انت جيت في الجمل. إذا كان على البدلة بتاعتك والفستان بتاع ست الكل أنا هتصرف. المهم تكونوا على زنجة 10 ونص. ربنا يخليك يا بيه. إيه يا ما تبصليش. أنا ماليش دعوة. أنا من إيدك دي لإيدك دي. اتفضلت. إيه دي؟ فرح. فرح يا شبراوي بقى. فرح ده الكباريه. هتشوف ليلى عمر عمد بلدك وما شافها. اتفضل. وده مين اللي مات هناك ده؟ اتفضلي يا عاصم. تعالي تعالي. رايحة فين؟ معاها سكر. روح كده وحيدة في علي. ما تحطش ايدك عليا. زناتي الله شبراوي. ليلى انت هنا ازيك يا ليلى؟ اتفضل ازيك يا شبراوي. اهلا وسهلا. اهلا. تاكل يا شبراوي؟ ايوه اكل. لحمه؟ ايه لحمه. لحمه يا شبراوي. ما تخليك عاقل. هنقعد في الكباريه بالكلبشات. مسؤولية يا زناد. الكباريه حاجة والواجب حاجة تانية. مسؤوليتي يا جدع انت. انا بديك كلمة شرف اهو. خدها مني كلمة شرف. مش ههرب. ههرب اروح فين؟ وعلى رأي المثل من امنك لم تخون ولا كنت خايف. يا واني انت بتعمل حركات كده. كلمة شرف مني يا اخي. افكك. حركات كده. استنى يا صبوري لسه.
لسه الشغل ما ابتداش. هوبش كده ولا كده يا جنات؟ شويه هوبر جايين لك يا شبراوي، ما كلهمش مامور بندر المركزي. لحمه امال. بقول لك ايه، بعد اذنك دقيقه واحده بس، زناتي هكلمه هنا قدامك وانت قاعد. ما هي تروحش بعيد. انا لعيب، انا مش عارف صغير معاك. انا كلمه هنا. هنا فين؟ اهو انا واقف هنا. سؤال زناتي. انا اذنك يا شبر. وانا خليك يا شبراوي. استنى بقول لك ايه، في خطة كبيرة قوي بعد بكرة لازم تكون معايا. تكون معاك ازاي؟ هقدم طلب اجازة لسجن المديرية عشان اسرع معاك. هتقوز لما الواد يغني والبنت ترقص توحة، هتهرب من شبراوي. لا لا اهرب ازاي، انا مديله كلمة شرف. شرف مين؟ شرف مين؟ بقول لك ايه، ده عملية كبيرة قوي، خزنة معكمة، فلوس مجوهرات تأمن مستقبلك وتبقى توحة تحت امرك طول العمر. اسمع كلامي. لا 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 ما اقدرش يا فوزي، ده شبراوي ضيع فيها، وده صاحبي، ما اقدرش اخون صاحبي. اي نعم انا هجام، انما ده صاحبي، وبعدين انا مديله كلمه شرف. شرف ايه بتاع الشرف؟ شرف ايه يالا؟ اسمع كلامي اللي بقوله لك، هنخبط الخبطه وهيسالوك اين كنت ساعه الجريمه؟ كنت مع العسكري. هيسالوا العسكري اين كنت؟ مش هيقدر يقول لهم كنت في كباريه. اسمع كلامي وشبرق نفسك. شبراوي هم بيقولوا ايه؟ معلش عرفني يا زبده بيقولوا ايه؟ على رايك. ثاني مبسوط قوي، المكان حلو. انت مبسوطه يا زبده؟ مبسوطه قوي، ده احلى من مولد في الجمعه اللي عندنا في البلد. بس الحلو ما يكملش يا زبده، كل ما سرك بيهدي بتبقي زي الفل، حتى اشوف الفستان عليك هينطق. ايوه مش شلح. نط يا بنتي. هم فساتينهم كده ناقصه كلها، هم يحبوا كده. استنى يا فتحيه، استنى شويه. شبراو انت حلو قوي وانت فاني. بس واسع شويه البدل. ايما
هدوم قلعتها جوه متشكرين قوي يا زين. الله يا استاذ زينات، حقي وحقك ما تزعلش مني يا حبيب. تاني دي مسؤوليه. طب يا شبراوي، بقول لك يا فوزي، فوزي ايوه عسل، وضبت لنا القعده وقفت النار كله تمام، بس هجيب بقى لزوم اللزوم واجي حالا. لا ما هو لزوم اللزوم معايا معاك. يا جدع معقول يا جدع رايح الحكومه ومعاك لزوم؟ انت ايه تودي نفسك في قضيه؟ لا ما انا شلته في مكان لا يمكن يخطر على ما لا يمكن يدوروا فيه عليه. في جيب شبراوي. في جيب ايه؟ جيبك هنا على انا عارف كده. ايه ده يا زناتي ده؟ اخس عليك اخس، انت مش جدع يا زناتي. معلش يا جدع انا بهزر. ايه ده تهزر بممنوعات تاذيني؟ حقك على حقك عليا. يلا يلا انت وضب القعده والحاجات. يلا هوا هوا. اوعى كده قاعده كمان قاعده ايه تشربوا وممنوعات قصادي كمان؟ اهو ده اللي ناقص، دي فيها سجن دي. ما انا هتسجن هتسجن. يا ما تسيبه يشم نفس، دي اخر ليله دلوقتي يجي وتبقى الليله صباح. خلاص انا اعملوا اللي انتوا عايزيني وانا هغمض عيني واعتبروا ان انا مش موجود. فوزي حضر لزوم اللزوم. يعني مش هتشرب خالص؟ انا ما بشربش انا. خلاص نعمل لك انت قهوه. اه اعملوا قهوه. ايوه انا ما بشربش ممنوعات لكن قهوه اعمل. وعمري ما عملتها بايدي، هعملها انا بايدي. ايوه ثواني اعملها مستويه. يا صفتي تتوقع جبل يا سي فوزي. انت مالك انت؟ مالك توقع جبل ولا توقع حيطه؟ انت مالك انت؟ اوعى تجيبي سيره لحد. ولع يا وسطى. نايم. صباح الفل. انت هتفضلي كبس عليا كده؟ صبح يا زلاتي. صباح الفل يا قشطه. تشرب يا شبر. لا ماليش فيه دي. طبعا. اهبطي بقى. صباح العسل. عملت لك كوبايه قهوه عياء. عياء. اشرب يا شبراوي. مستويه مستويه ده مهريه. ولا انا والشفا الدنيا شفته يا شبراوي. لا ده معموله مخصوص له، ما حدش يشرب غيره. طب شويه في الـ في الـ في, الـ في طبق الفنجان. طبق الفنجان ايه يا زبال؟ وانت عيله دي القهوه دي ليه؟ خد نفس. نفس ايه؟ نفس قهوه. لا 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 والنبي ما تبوظش السلطنة في دماغي، ما تسمعنا حاجة يا دريق. أنا يا زناتي سجنوا الزناتي وعملوا عليه سجان. يعني من العصر للعصر الشبراوي تم على الزناتي وينام. يا زناتي ياللي خدوك مني حبك مبهدلني. أيوة ياللي خدوك مني حبك مبهدلني. تعال شوف حال وشوف اللي جرى. تعال شوف حال وشوف اللي جرى. ياللي خدوك مني ياللي خدوك مني. فك نفسك واهرب. يلا اهرب. اه ايوه اهرب، الوقت بيضيق. يلا بسرعه خف نفسك. ايوه بس لو هربت شبراوي هيضيع. يا جدع ما يضيع، يا روح ما بعدك روح، الوقت بيجري. شد حيلك شد حيلك يا بنت، انت تعشي الحاجات بسرعه. حاضر يا سيدي.
يا شباب. معلش اخويا اخونك، ما انت خنتني مع الحكومه، مش انت من رايح تسلم الحكومه؟ ما خنتني، ما بصراحه يا انت يا توح، وانت حاطط في ايديك كلبشات، انما توح في بوسك تبقى توح، توح احلى منك. معلش دايما النسوان تكسب. معلش مع السلامه يا شباب. حجر اللي زنيت على مدينك من عنايا يا فوز. زي حالك. صباح الفل. ايه يا فوزي ليه؟ ايه اللي انتوا عملتوه فينا ده يا فوزي؟ صباح الفل يا اخي، قول صباح الخير. ايه خير؟ ايه خير ايه وزفت ايه؟ زناتي هرب منك. ايه وهرب؟ هرب ازاي؟ ده انا سايبكم بالليل سمن على عسل. عباس ثاني اتخمات وسرق مني المفتاح وهرب. والنهارده ست توحة دخلت علينا هي وثلاث قرشانات ونزلت فينا دار. ايوه الاستاذ ابراهيم ده ضرب، بس انا مش هسكت، مش هنسى اللي حصل ده ابدا. بقول لك يا شبراف، تعال نبلغ البوليس بدل ما نضيع وقتنا. بوليس؟ بوليس ايه؟ وهتقول ايه للبوليس؟ افرض جم قالوا لك اين كنت ساعة هروب المتهم؟ جيم كنت بايت عند الراقصة المزة؟ مش ممكن، ده مصيبة هيكدروك وفيها رفض بالخدمة. ده المصيبة معقولة؟ لا، وانا عملت فيه ايه ده كله عشان يعمل فيها دي؟ معقول ده صاحبي وكنت بهوده في كل حاجه كده يا زناتي؟ بس بس اتصلت عليا يا شبراوي، سابت عليا صحيح، اديني فرصه يوم السبت انا هجيبه لك من تحت تقطيع الارض. وان ما جبتوش يوم السبت يبقى هارب مننا خالص. واني لازم ارجع يوم السبت والا بقى كده عملت غياب. يا اخي الغياب مقدور عليه، ده الجزء بتاعه صغير، انا عايز اساعدك. اسمع كلامي، شوف إذا ما ظهرش لحد يوم السبت أنا هاجي معاك النيابة وأشهد على كل اللي حصل، ماشي؟ هاي الكلام ده يا سي فوزي؟ يا جدع عيب يا جدع، هو مفيش إنسانية ولا إيه؟ والله أنا أخدمك برقبتي، بدين، شوف بدين، عيب يا جدع، عيبت أنا جدع؟ لا ما فيش أي حاجة، ربنا يخليك لينا، ربنا تحب أجي معاك أدور عليه؟ لا، دي بقى تيجي معايا والكلام ده لا، أعتبر الموضوع منتهي وخلصان ويوم السبت هتيجي أسلمهولك. متأكد؟ يا جدع اعتبره في جيبي، في جيبي، أول ما تيجي أقول لك اتفضل، خلاص؟ خلاص ما تضربش نفسك، ربنا يخليك لنا يا رب. أنا مش عارف من غيرك كنت عامل إيه، أنت اللي كويس، إنما التاني ربنا يرزقه بنقط،
يوم السبت. يوم السبت. يوم السبت يا زبير. يوم السبت. السبت فات. ايه اللي عملتوه شبراوي ده؟ تطردوه من البيت ونضرب النسوان؟ امال عايزنا نعمل له ايه؟ نبني له كشك على باب الشقه؟ انت بتتريق يا فوزي؟ انت بتدلع زناتي جرائيه يا زناتي. شبراوي ده اللي هتسال عليه؟ صاحبي يا اخي تربيت عمري، انا ما اقدرش اسيبه في الورطه دي، انا هروح اسلم نفسي البوليس. انا يعني انت عبيط ولا ايه؟ بوليس ايه؟ ناخد لنا ساعات وناخد خبطه العمر. فلوس للركب غير الخفيف ما غلى ثمنه. اسمع كلامي، اسمع كلامي، لا استق نفسك، وبعدين ادي الفلوس لتوحه وروح بلغ عن نفسك. وشبراوي يبقى حصاله يوم السبت. ما تفرقش من الخميس للسبت، ما تفرقش. او كده او كده. يلا ده عبيط. الفلوس حلوه وتوحه بتحب الفلوس، والفلوس في ايدينا وايدينا اهي، يبقى خش بقلب جامد. انت شايف كده؟ شايف كده. اطلع طوحه فوق، روش نفسك. يلا طوحه. جبت الكوارع فوق وفوق كل فوق. اما انت فوزي لك حاجات. ملك يا شبراوي، ما بتاكلش ليه؟ ده الاكل حلو قوي. ومنين الواحد هيجي له نفس بعد العجنانه دي كلها؟ ما تشغلش نفسك يا اخويا، الانسان في التفكير والرب في التدبير. انت عارف قوي انت عامل زي ايه دلوقتي؟ غيابه زي القرد اللي هناك ده. انا قرد يا زبده؟ يا حسره عليه، تعبان وشغل نفسه بالناس اللي حواليه وشايل الهم، لكن في الاخر ايه؟ قرد برضه. كل يا شبراوي كل كل، وخلينا نقوم نتفرج على مخاليق ربنا. كل اهو الاسد ده هو يا زبيده اللي هو يبقى السابع بقى، عايز سلطان زمان وملك الغابه هنا، حتى الاكل بتاعه لما يعوزه اللبوه تجيبه له لغايه عنده. اللبوه تبقى مين يا شبراوي؟ اهي دي اللبوه اللي هناك دي اهي. يعني ايه الاسد يتجوز لبوه؟ ايوه اللبوه دي متجوزه الاسد ده. العب انت هو بعيد. ارمي يا خال كده يا زبيده، هتعملي عقلك بقى للعيال. ارمي الكوره. انا بحب العيال قوي. يا سلام، دي مصر حلوه قوي يا شبراوي. طب ومالها مصر ومال الحكايه دي؟ ما العيال في كل حته، ده حتى النسوان في بلدنا ما يتوصوش، كل يوم بيخلفوا. بس انا ما عنديش. ما انت ما اتجوزتيش. كل نسوان بلدنا ما كانوش بيرضوا ابدا يخلونا نلعب مع عيال. ليه يعني؟ كانوا بيخافوا مني كاني عيال. كنت اسمع العيال الصغيره وهي بتقول زبيدة اهي، زبيدة اللي امها وحشة اهي. ايه ده؟ وهي امك كانت مالك؟ ايه؟ كانوا بيقولوا ماشيها بطال بعد بيت مات، بس انا ما شفتش يا شبراوي. دمي تعبت علشان انا وهي، كانت بتدوق امها عشان تدينا خلفان. يا ساتر يا ساتر يا رب على كلام الناس. وفضلوا يقولوا كده لحد ما كرهتهم. علموني لما تقول لي شمال اقول لها يمين. شمال يمين؟ وهي امك عسكري؟ ما كنتش تسمعي كلام؟ فضلت ما اسمعش كلامه لحد ما كبرت، ولما كبرت امي اتجوزت واللسانه سكتت عنها. قلت الحمد لله خلاص مش هيجيبوا سيرتها تاني. ربنا دايما بيؤمر بالسات، وما دام بقى في عصمه راجل خلاص مالكيش دعوه بيه، انت حاجه وهي حاجه. لا احنا الاثنين واحد، وعندنا مثل الناس دايما بيقولوا اكفي القدر على فمها تطلع البيت فمها، وما كفهمش كده قالوا لك لا اكسر القدر عشان ام ولا ام. اكتر من الكلام ما يقدروش. اكسروا القدر. اهل بلدنا وانا عارفه، لو كان جوز امي كتب فيهم كان كل واحد لم لسانه وخرس. ما هم سكتوا عن امي، بس وسكوا في سيرتي انا. زبيده بنت نفيسه، زبيده بنت نفيسه، اجي اشيل الزلعه يقولوا البت بتتقصر، اغير الهدمه اللي عليا يقولوا البت عايزه تستار، استحمى يقولوا شوفوا البت ليه عايزه تستحمى. ما كنت سمعت لهم؟ سدي ودان يا شبراوي، الناس كلامهم وحش قوي، حالهم بطال. الحيوانات عايشه في دنيا تانية مرتاحين عننا، عشان كده انا قلت اروح دنيا تانية يمكن ارتاح فيه. يمكن انت صعبان عليا يا زبادي، غلباني انت امك. انا هروح اجيب لك ازازه كازوزه عشان تروق دمك. ايه
ايه ده يا زبيدة؟ اوعي تتحركي من هنا. جايين بلك فود السوداني بايش ولب اهو دي كازو ده. خد ازازه كاس. بقول لك ايه يا شبراوي؟ ايوه يا زبيد. غمض عينك اهو. لا ما ينفعش كده، غمضهم قوي. الله ليه يا بيت؟ غمض بس وبعدين هقول لك. ايه فتح عينك بقى. ايه ده جبت منين ده؟ ده بدل اللي رميته لك من القطر. ايوه لقيتيه فين ده حكومي؟ لا ما تسالنيش، انت مش كنت زعلان علشان انا رميت لك الطاقيه من القطر؟ يا بنت دي مش اسمه طاقيه، دي اسمه بريه. بريه بريه بريه. اه بريه بريه بريه. ايوه بريه. ده انا كنت مكسوف من نفسي قوي. ليه يا شبراوي؟ بس كده كنت ماشي عامل زي الاقرع. بس العسكري منيني لو مشي من غير البريه ده ياخد جزء. يعني انت مش زعلان مني؟ وانت فاكره انا كنت زعلان منك؟ انا مخ كبير وفاهم كل حاجه يا بيت. يعني خلاص طب يا لبن. الله يكرم عقلك يا سيد. البتي بيضا 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 وانا نتلدلع انا زيلة. البتي بيضا هي الاولى للاولى للاولى مش الزيلة، انا عارفة ان انا غلطان. البتي بيضا 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 بيضا. تعرف يا زبيدة؟ نعم. انت فيكي حاجات منها كتير قوي. من مين؟ اكتر واحدة حبيتي وما حبيتش غيرها. أمك. أم مين يا بيت؟ وردة. وردة؟ وردة مين؟ جوز العسل شهد مصر. يا 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 سبيبي أنا كان كل حلمي أرجع وأشوفها تاني. بس كان أياميها بقى الإيد قصيرة ومش طايلة، أمي والعيال كانوا صغيرين والمرتب على القد، كنت مستني بس أترقى زي الشاوشية وأنزل المخصوص، وهو جه المخصوص وهشوفها تاني. يعني أنت هتروح ليه؟ أيوه بس بعد ما أسلمكم. ده أنا بقالي 12 سنة ما شفتهاش. 12 سنة؟ 12 سنة بعت لها فيهم 12 جواب جوه 12 ظرف. يعني بعد 12 سنة هي قاعدة مستنياك؟ يعني هي عارفة انك جاي لها؟ تعرف منين يا بنتي؟ بقول لك بقالك 12 سنة ما شفتهاش. يا خسارة يا خسارة يا شبراوي، ده انا من 12 سنة كنت حلوة وعايقة وكنت جارتك كفر جمعة وما شفتكش ولا مرة. اصلاني كنت مقتصر، ما كنتش احب الخلطة، كان كل همي شغلي وامي. وانت ناوي تروح لها امتى؟ بعد ما اسلمكم وابقى حر نفسي. طب بقول لك ايه؟ ما تكسب النهارده وتاخدني معاك ونروح لها سوا. لا يا زبيدة انا خايف منك انت. ليه؟ خايف مني؟ ايه انت طيبة صحيح يا زبيدة بس وبتسمعي الكلام وكلامك على نياتك، فيكي حاجات منها صحيح، بس هي قمر قوي يا زبيدة، قمر. خلاص أنا بقى عايزة أروح أتفرج عليه. تتفرج عليها إيه؟ هي فرجة؟ أيوه لازم حازما حاجة معاك أتفرج عليه. ما أنا خايف منك يا بنت لا تفضحيني وتعملي حاجة كده ولا كده. ليه؟ ما أنا لسه جايبة لك البريه دلوقتي. اسمه ده اسمه بريه. أيوه صح، اسمه بريه بريه. وقلت لك صافية لبن. خلاص هاخدك معاك. حليب يا قشطة. هو أنت إيدك تقيلة؟ مش أنا عسكري. أيوه. شبراوي هو البيت في الحته دي عند البيوت القصيره هنا. انا بص كويس هنا اهو. جه بقى جه يا زبيد البيت ده هو ده. اطلعي لها كده. اني هو انا اعرفها؟ ايوه اطلعي لها قولي لها شبراوي واقف تحت. بس انا ما يصحش اطلع ليها، يعني بقالي مده كبيره ما شفتهاش برضو، وانا مش عايز حد يجيب سيرتها بالبطاقه. اطلع لها فين؟ هي فوق السطوح وكل الناس عارفينها، بس
قول لها شبراوي واقف تحت وانا مستني هناك. طب افرض ان انا طلعت لها ولقيتها على ذمة تراب، اقول لها ايه؟ الشبراوي واقف مستنيكي تحت. ذمة راجل ايه يا زبيب؟ هي اتجوزت؟ بقول لك افرض افرض مش عدى 12 سنه، دي تكون جابت يمكن قرطه عيال قد كده. اقول لك شيء احسن، ما تسال الرجاله اللي واقفين هناك دول. السلام عليكم يا ريس. السلام عليكم. اي خدمه شوشنا؟ مش هل تعرف الست ورده بنت الحاج عمران ساكنه هنا برضه؟ مسكينه ما قدرتش باللي حصل لها. حصل لها ايه؟ امها ماتت، الدنيا اتدحضرت بيها وسابت السطوح. سابت السطوح؟ عزلت يعني؟ اه. راحت فين؟ عزبه الصفيح عند جماعه قرايبها. عزبه الصفيح دي فين لما اخذت؟ شوف يا سيدي. آه انا جاي اسال على ست ورده، هي موجوده؟ عايزه في ايه؟ خير؟ لا خير ان شاء الله، انا جاي لها زياره بس. هي عزلتني من هنا ومشيت. مشيت؟ راحت فين؟ عقبال املتك، ربنا فتح عليها من واسع وساكنه مع البشوات. فتح عليها من واسع؟ ايه ده؟ ساكنه فين يعني؟ عارفيني من السؤال ده، هي محرجه عليها ما تجيبش السيره لاي حد. انا اي حد؟ ده انا شبراوي، انا اعرفها 12 سنه. هي فين قول لي يعني؟ شايفة العزة يا بنتي يا زبيدة؟ يا حلولي. اما ما هي اصلي وردة دي مسعدة، ربنا فتح لها من واسع صحيح. خلاص خلاص الباب اتفتح. هلا يا بنتي الباب اتفتح. مش دي شقة وردة؟ ايوه يا شاويش، عاوزها في ايه؟ قولي لها شبراوي بس. بخصوص ايه يعني؟ قولي لها بس شبراوي وهي هتعرف. طب اتفضلوا. لا خلينا كده حلو هنا. اتفضلوا هنا. طيب اسكتي يا هنا. هنا دي سكه حديد برضه. ما بنت اسود قومي انا توسخي الفرش. ايه؟ انا عادي نظيفه واحطها في المكان اللي يعجبني. قلت هنا يا بنت. مين اللي فني ده؟ ده لزغلي. تزغلي؟ اللي في مصر هنا. ايوه انا شفته. ايه دي كابتن اللي توسخي الحاجات؟ تقول علينا فلاحين ما بنفهمش؟ فلاحين ما بنفهمش؟ انا رايي المثل صحيح، من لا احبابه نسى اصحابه. شهد يا فزغلي. من لا لازم انسى اصحاب؟ ده انا بقالي 12 سنه ناسي نفسي. هفتكر حد تاني غير ورده؟ ورده. ايوه حضرتك عايزني في حاجة؟ أنا شبراوي. أي خدمة؟ دورت عليك، رحت لك العباسية الشرقية، قالوا لي إنك في عزبة الصفيح. رحت عزبة الصفيح ودورت عليك في صفيحة صفيح لغاية لما قالوا لي إنك هنا. جبت زبادة وجيت لك طوالي. أسر الكلام، عايز إيه بالظبط؟ أنت مش فاكراني يا وردة؟ هو في سبق معرفة بينا؟ ده أنا شبراوي بتاع العباسية الشرقية، شبراوي بتاع زمان. 12 جواب جوه 12 ظرف، مش فاكراني يا وردة؟ 12 ظرف و12 جواب؟ ايه الكلام الغريب ده؟ عايز ايه بالظبط؟ الله، انت نسيتيني ولا ايه يا وردة؟ اوه ما تضيعش وقتي. روحية روحية. نعم يا ست. طلع الناس دول بره. شبراوي يلا يا اخويا يلا. عجبك يا فسخلي؟ يلا يا اخويا. ازاي ما عرفتنيش؟ هي الناس بتنسى بعضها كده بالسهل يا ولاد، ولا عشان شكلي اتغير عن زمان؟ واخده بالها مني يعني؟ انا صحيح تخنت شويه وشعري طويل وحلويت، انما انا برضه شبراوي. انا شبراوي. انساها يا شبراوي. انساها ازاي يا بت؟ ده عمري كله. انت قلتها عندها حكمة، انا عرفتها وهي ما عرفتنيش. بالعكس يا شبراوي، دي هي اللي عرفتك وانت اللي ما عرفتهاش. ازاي؟ هي افتكرت انك اليوم النظيف اللي كان في حياتها زمان.
عشان كده لما شافتك النهارده خافت تفكرك باللي هي فيه. انا هرجع ليه واتكلم معاها وناخد وندي في الكلام وافكرها بالعباسيه الشرقيه وسور المعسكر اللي كنت بقابلها هناك هناك. ايوه ومشيت العصاري. عصاري ايه يا راجل؟ الله انت عايز ترجع لها تاني بعد ما كرشتك؟ عايز تهين نفسك ليه؟ اسمع يا شبراوي، الست دي لا من توبك ولا انت من توبها، دي ورده واحده ليها الف شبراوي يقطفها. ترضى على نفسك يا راجل؟ خلاص يا بنت انت. اسمع يا شبراوي، اذا كانوا بيقولوا في الشرع للراجل اربعه يبقى الست اللي شفتها دي هي الخمسه. الله اسكت يا زناد، انا هاخد حاجه بره الشرع. انا عارفه. الله انا هعرف حد براني. امي يا شبراوي، هنفضل ماشيين لحد امتى؟ انا خلاص رجليا خدني. ايه اللي غيرك كده يا ورده؟ الدنيا يا شبراوي، الدنيا ياما متغير، هو انت لسه بتفكر فيها؟ ما تيجي ندور لنا على حته نرتاح فيها. بقول لك ايه؟ ما تيجي نتجرى هنا وان ما حدش كلمنا، ادي احنا قاعدين. طب وان حد كلمنا؟ ادي احنا قاعدين. يلا انت ايه؟ ما بتزهقش؟ حد يزهق من الطعامه دي؟ بس انا بقى زهقت. مني؟ والفقر اللي الواحد عايش فيه ده؟ ما هي مستوره يا توح. ستر ايه بس اللي ينفع في الزمان ده؟ انا عايز اعيش، عايز البس ذهب واركب تمساح واسافر بالطيار، ولا عاجبك يعني زحمه المواصلات وتحكم سواقين التاكسي فينا؟ ما تستعجليش يا توح، ما الفلوس جايه كتير. امتى؟ لما المقصوص ده يشيل؟ فوزي، فوزي معشمني بعمليه، اللي هيطلع منها هشتري بيت فيلا، وانا اللي هسوقها بنفسي، واكبش واديلك، واكبش واديلك. عشمتني من الحلق، خرمت انا عمدان. وانا اللي هلبس لك الحلق، وهبطل لك الرقص، وهعيشك عيشه ملوكي، بتدعي لي. قولي يا شبراوي، انت لسه زعلان عشان خاطر وردة؟ وردة اخسارة يا زميدي، دبلت وكل اللي حواليها دبل، حتى زناتي صاحبي فك كلبشات ويخني ويهرب مني. ومصر، مصر اللي كانت حلوة لما شفتها من 12 سنة ارجع لقاها كده ما بقتش هي يا سبيد. ده انت على نياتك قوي يا شبراوي، هي الناس على ناس ولا الدنيا على الدنيا؟ طب حد كان يصدق ان تلف الايام واهل بلدي وولادهم يجروا ورايا ويزقلوني بالطوب ويقولوا عليا المجنونه اهي؟ ولا الناس اللي نبيتونا ببيتهم واكلونا وبسطونا يهربوا منك الزناتي وتاني يوم يطردونا وعايزين يقولوا علينا حراميه؟ كلامك صح يا سبيد، اللي يسمعك ما يقولش عليك مجنون. ماني مش مجنون يا شبراوي. أنا عارف، والنعمة كان قلبي حاسس إنك مش مجنون. كنت بسأل نفسي وأقول ليه يا رب هي فرحانة عشان داخلة المستشفى؟ علشان هناك ألاقي نومتي وخدمتي وكسوتي من غير ما حد يعايرني ويقول لي أكلناها ولا نيمناها ولا كلسيناها. اسكت يا شبراوي اسكت، ده أنا هم كبير. بس يا زبيدة اسكت، انت همك زي همي. حط همك على همي، والله بنا نشتكي لامي. ام ام بم ام ام بم بم. ربنا يضحكك يا شبراوي، غنيها لي تاني. ما بتطلعنا فيه ولا فيه يا اخويا. يا زبيدة
سبيده يا سبيده. قول لي يا اخي وحياتك في ايه؟ ما شفتش واحده طلعت من هنا؟ طلعت منين؟ من جنب البحر كده. بحر جنيه؟ جنيه ايه انت زبيدي؟ يا زبيدي يا زبيدي. اعمل ايه بس يا بابا؟ زبيده ضاعت وزناتي ضاع وانا ضيع، يعني ارمي نفسي في البحر؟ بس انا بعرف اهو مش هيحصل لي حاجه. شبراوي زبيدي. ايه يا زبيدة ده؟ ايه مالك يا شبراوي مخطوط كده ليه يا اخويا؟ انت كنت فين يا بيت؟ اصل انا صحيت من النجم، قلت اروح اجيب لك لقمه عشان تفطر بيها. اقعد. مش كنت تزغلوني كده ولا تصحيني؟ معلش حقك عليا. هو انت زعلان مني؟ طب حقك عليا. صافي يا لبن بقى. حليب يا ايش؟ خد الطعميه دي ترد الروح. شوف يا زبيدة، أنا فكرت كويس، أنت صحيح مش مجنون، بس لازم أسلمك للمستشفى عشان دي مسؤولية، وأروح عن البلد أسلم نفسي. طب ما تخليني معاك شوية. دي الحل الوحيد، أصل أنا لو قعدت أكتر من كده الجيزة هيزيد. طب أنا عندي فكرة. إيه؟ إيه رأيك؟ ما نروح لفوزي المزيكاتي يمكن يكون مسك زناتي. لا بس أسلمك الأول، دي مسؤولية. شبراو خليني معاك قبل ما تسلمني، اطمن عليك الاول. اه بس كل السلام عليكم يا سريع. ازاي الصحه كده؟ سريع الصباح عليك مرزاق. ازيك يا كريم؟ فين؟ فين سي فوزي؟ فين؟ زمانه في سبع نوم مفوت عليه بعد الظهر. شفتي مش قايل لك كان لازمته ايه اللف والدوران دي على الصوب؟ مش كنا ماشيين في سكتنا طوالي؟ الحق عليا اللي عايزه مصلحتك. طب لو سمحتوا النبي لو جه سي فوزي قول له بس شبراوي عدى عليه عشان يستلم زناته، ولو جه زناتي خليه يحجزه. يحجزه؟ يحجزه ليه؟ انا متفق معاه على كده يعني. يا ابني شوف لك سكه غير هنا. انتوا ناس غلابه على باب الله. سكه غير هنا يعني ايه؟ ايوه شوف لك سكه غير المنطقه دي، المنطقه دي ما فيهاش جدعانه. السكه دي بتاعتنا احنا. فيها سيكه وفيها صابه وفيها نهواند وفيها رق. انما الجدعانه دي يا اخويا كانت زمان. يسلم فمك، غلوب تقول له في الكلام ده ومفيش فايده. اسكت يا زميلي انت. اسكت. ده الراجل ضارب لي نفسه وحالف لي انه هيساعدني. قال الحرامي احلف قال له جالك الفرج. وليه؟ ايه والنادي والحرامي اللي هيجي له الفرج يا الدنيا بالمشاق ليه؟ طب لو سمحت قول له شبراوي هيعدي عليك بالليل عشان انا عشان استلم زناتي. خلاص هتكذب الغطاس. انت حر. يلا يا زبيدة يلا. يا اخويا يعني اذنك يا سريق. مع السلامه. استنى يا شبراوي. بتضيع وقت انت كده ليه عشان اسلمك للمستشفى؟ يا سلام ما قدرتش على الحمار هتيجي على البردعه؟ اسكتي بقى يا زبيدة بقى انا اللي فيها مكفين. ربنا يسترها معاك في التحقيق. هيسترها معاك ان شاء الله. واسمع لما اقول اذا حد سالك ولا قال لك حاجه قول لهم زبيده المجنونه هي السبب، وقول لهم كمان هي اللي هربت الزنات واعملوا فيها اللي انتوا عايزين، وانا لما يسالوني هقول لهم ايوه انا اللي هربت الزنات. لا انا ما يخلصنيش قدمت. انت هتفضل طيب ليه؟ زنات اهو. ايوه ايوه كله بيدور زي السقي. ايوه زناتي ولا يا زناتي؟ زناتي انت يالا يا زناتي انزل يالا انا واقف لك تحت مش هسيبك انزل. واقف الدواخه دي واقف الزناتي هنا واقف انزل يا زناتي ايوه واقف انا كده حابب ولا يزنك البوليس البوليس يزنك. واقف على راسي انا. تعال هنا بقى افهستك اهو انزل تعال اهو زنات اهو. يا شويش ليه انت من زناتي؟ انا خميس يا شويش. اه امشي. ايوه انت من زناتي يا زبيدي. ده طلع من زناتي طلع خميس. زبيدي انت يا بنت يا زبيدي في زناتي انا غلطت فيه. يا فين زبادي؟ زبادي يا زبادي فينك؟ الحق البوليس يا زناتي ولا يا زناتي البوليس البوليس يا زناتي.
دي عامله تعملها برضو يا ولد؟ عايزه ايه يا بنت انت؟ دي عامله تعملها؟ عملت ايه؟ زين صاحبك كده هو تهرب منه عشان يروح في داهيه؟ انت مالك كده بالحاجات دي؟ انا مالي؟ لا اسمع لما اقول لك، اني مجنونه لكن فاهمه كل حاجه. زيناتي اخذ الشيطان وارجع بقى، حرام هتودي صاحبك في داهيه. وما رجعتش هتعمل ايه؟ هشلح ولم عليك الناس. بس يا بنت المجنونه بس خلاص. طب يلا يلا وراي. يلا وراي. امشي. ها امشي. ليه كده؟ ايش يا براوي الغلبان؟ تعمل فيك اللي هي فيها. هو ده ولا يا شفتي زبادي؟ يا زبادي زبادي بقت منك يا شبراوي. ما شفتي زبادي؟ اللي من كفر جمعة اللي حدانه. ما شفتهاش. انا بقول كده برضه، راحت تشم هوا. تاهت منك يا شبراوي، زناتي هرب وزبده تاهت. ده انت مش قد المسؤولية يا زبادي. يا مصيبتك يا زبادي، انت لا يا شبراوي ولا زنازي، هتروحي فين دلوقتي يا اخوة؟ تعمل ايه؟ انت ست هتفضلي مستنيه هنا لامتى؟ اي خدمات اقدر اعملها لك؟ انا مستنيه يا شبراوي. شبراوي مين؟ العسكري شبراوي، كان جاي معايا من البلد وتاه مني. انت ليكي معرفه في مصر؟ ابدا ماليش حد. ايوه ليه؟ انا اعرف طه الغازيه وفوزي المزيكاتي، هم ساكنين كده في شارع كله مزيكا وطبل وزمر وفراح. اه شارع محمد علي. محمد علي. شارع محمد علي. طب استنى انا اشوفك توصيل، ما تعيطيش. ربنا يخليك يا بهوي ويعلي مراتبك. شوفك توصيل. بعد ما تتم السرقه هتبلغ انت البوليس. يلا انا خايف يا فوزي. هتخاف من ايه؟ الحكايه كلها بيني وبينك انت بس. انا موظف الحرام اللي هيسرق كل حاجه واللي هيتقفش. هتشوفه، هتقول للبوليس اوصافه كلها بالظبط، وتقول للبوليس كان يحوم حوالين الفيلا طول النهار. فهمت؟ سيب الباقي عليا انا. وانا اعرف اوصافه ازاي؟ احمر، ما انت هتشوفه وما هيسرق الفرع. ايوه هو ده الشارع. ايوه هو ده الشارع. كتر خير. انت كامله لكم الهم اللي انت فيه. هذا الله يهنيني يا سريق. اعمل ايه واتصرف ازاي دلوقتي يا اخوات؟ خلاص فينا؟ الحقني يا سريق. عياني يا قلبي عياني. مالك يا بنت بتعاتب ايه؟ الشبراوي تهمني. تهمنك ولا انت اللي تهتي؟ احنا الاثنين تهنا من بعضينا. طب بس ما تعيطيش، هو لازم يجي هنا عشان يقابل سباوزي. انا عارفه بقى هيجي ولا مش هيجي، دي المصايب نازله ترف على نافوخ. وعياني يا خليها على الله يا زبيده، زمانه جاي. انت انا عرفت. يا نهار ابيض، ده فوزي ومستخبي في المخزن. حاضر. مش لازم يشوفك هنا. اهلا، نورت المحل كله. بقالك كتير يا بنت ما جيتيش نورت هنا. انت انا عرفت. ميلص. ايوه سباوزي. شفت اخته وعايزه ايه؟ عينيا يا ست الكل. جهزت العده؟ كله تمام، ما فاضلش غير الاكورديون بس. ايكم ما كده هنتاخر يا ريق. ما تشغليش بالي، كلها 40 وحصل. ايه الحكايه؟ جميل ماله مزربن كده؟ مش عادتك قبل ما تروح الشغل تزربني في حاجه؟ من الواحد فيها فوزي. افرض ان زلاتي ما شربهاش. ما شربها. ده شربها وغضمها وكرحها يا عبيطه. زناتي خلاص، خلصنا منه. يا خوفي لما تعرفش يا فوزي. مين ده اللي ما يعرفش؟ انا؟ عليا النعمه ضيع فيها دي. شوف تضيع فيها دي، مش انا. انا فوزي. عارفه يعني ايه فوزي؟ ده انا ما ضرب له حته كمين هيطلع من عينيه، وكل الادله ضده، كل المواد. الماده ما اعرفش ايه من قانون العقوبات، والماده ما اعرفش ايه من قانون البوتيكات. كله تمام. خلص زناتي خلص. افرض ان هداها على دماغنا. لا ما يقدرش. عارفه ليه؟ بيحبك، والحب ضرير يا عسل. حب برص وعشرة خرص. بس ابوت انا في الخرص. بس انا تعبت من التمثيل يا فوزي. ومين دلوقتي ما بيمثلش؟ خلاص هانت. كم ساعه دول اللي جايين تجمدي قلبك؟ رب القلبك سنان. هو حد يصعب عليك؟ لانك مش هتصعبي على حد. اسمع كلام القلب الطيب في الزمان ده بيضل صاحبه. انا عندي خبره، وانا حسان اليماني. تخافش عليا بس ما تبسبسيليش.
بحكي لك كل حاجة في السكة واحنا رايحين الفرح. ريك! هات مرس! أيوة يا حساس. بقى وصلنا يالا. هنطلع الفرح وجاي ها؟ حاضر. أتأخر. حاضر يا سيدي. عايز بيت؟ أنتوا عارفين طريق الزنادي؟ أنا ماليش دعوة. لا مالكش دعوة إزاي؟ أنتوا عارفين طريقه، كلكم متوالفين مع بعض، أنا سمعتهم بوداني. أنا يا أختي هما كلهم ضد بعض. ضد بعض؟ يعني إيه؟ الزنادي هيروح في شربة مية؟ يعني الشبراوي هيروح معاه؟ قول لي. الزنادي يعرف إنه تروح عليه؟ طبعا ما يعرفش. ما يعرفش؟ طب بتعملوا بعض كده ليه؟ خرجين أنا من اللعبة دي، أنا لا بشوف ولا بسمع ولا بتكلم. أنا مع فوزي. طب قول لي. قول لي الزنادي فين؟ لو ضاع الزنادي يبقى الشبراوي هيضيع، حرام عليك. الشبراوي لو ضاع هتروح امه واخواته البنات اليتامى. انت ايه؟ مش راجل؟ مش عندك اخوات؟ حرام عليك. قولي مكانه فين؟ ابوس ايدك. خلاص يا زبيده، خلاص انا هوصلك وانت حر اتصرفي معاك. كتر خيرك، عداك العين. حاضر. عروستنا. عروستنا. احلى الانغام. احلى الانغام. وعرسها. وعرسها. فارس الاحلام. فارس الاحلام. معزمنا. معزمنا. اوفى الخلان. اوفى الخلان. سلام يا جدع. السلام عليكم. وعليكم السلام. على ايه؟ ايه داخل الفرح؟ تعمل ايه في الفرح؟ هغني. وهي دي معايا. مش ممكن في اللبس ده. مش ممكن يا جدع. مش ممكن ايه؟ ما تعوق بس. مش ممكن يعني مش بس ممكن. طيب خلاص هي كده. قول عام. معلش. تعالى زبيد. اسمع زبيد. نعم. الفيلا دي ملهاش غير باب واحد، تقعدي هنا تستنيه، واول ما يخرج هتمسكيه. هتمسكيه. كتر خير. خلاص العفو. مشكل شوية، شكل شوية. خلاص كده تمام؟ كده تمام التمام. جاهزين؟ انت جاهز؟ جاهز. اهل البيت كلهم نزلوا ينقطوا العريس والعروسة، والطريق بقى سالك. حلو ده. يلا اتكل انت على الله، خف ايدك شوية قبل ما الواد رق يخلص الطقطوقة تكون انت مخلص كله. ها؟ اتكل على الله.
زبيده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا جايه وراك. ايه اللي عملته ده؟ تعال 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 تعال. ايه اللي انت عملته ده يا زناتي؟ انا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتش حاجه؟ صاحبك وخونته سرقه وسرقت، عايز تعمل ايه اكتر من كده؟ هو شبراوي فين؟ شبراوي؟ شبراوي ضاع، ضاع بعد ما ضيعت منه كل حاجه. زبيده انا، زبيده ما كانش قصدي. زبيده انا هوصل مشوار صغير، اخلص ماموريه واجي اسلمه نفسي على طول. صدقيني يا زبيده. اصدقك؟ بعد ما بعت صاحبك عشان خاطر واحدة ست؟ اهي بعتك توحة. ايوه بعتك توحة، بعتك لفوزي بعد ما سرقت عشانها وخنت صاحبك عشانها، بعتك لفوزي وفوزي هيبعك للبوليس. انت بتخرفي بتقول ايه؟ اني سمعت كل الكلام ده وداني، واذا ما كنتش مصدقني اسأل طبلة. مين؟ قصدي رق، هو عارف بخطتك التقيلة، عارف كل حاجة، اسمع كلام المجنونة. انت كدابة. اني كدابة؟ طب انا هقول لك بقى، مين اللي دخلك الفيلا دي؟ مش الخدام؟ مين اللي عرفك مكان الصيغة والفلوس؟ مش الخدام؟ فوزي بقى متفق مع الخدام، لما هيجي البوليس هيقولوا ان انت اللي دخلت الفيلا وسرقت كل الحاجات دي. ها، يبقى انا عرفت كل الكلام ده منين؟ اني برضو كدابه؟ بقى توحه تبيعني لفوزي، فوزي بقى للبوليس. ايوه يلا بقى ندور على الشبراوي قبل ما اضيع كل حاجه. لا، مش قبل ما اصفي حسابي معاه. شبراوي هنا. شبراوي تعالي هنا. يا فرحة قلبي، داني قلبي كان مكلني عليه قوي. ما تصورش دلوقتي هيبقى مبسوط قد ايه وانت رايح تسلم له نفسك كده وتقول له انا اهو يا شبراوي. لا، حط الكلبش في ايدي. مش دلوقتي. امال امتى؟ فوزي وتوح الاول. زناتي يا اخويا، اقسم الشر. اسمع الكلام، عايزك تبعدي شبراوي عن السكه، وبعد كده عايزك تستنيني انت شبراوي في بير السلم بتاع بيت توحه. عارفه بير السلم؟ بير السلم؟ ايوه، مدخل الدوار بتاع توحه. ايوه كويس. يلا زبيده. كلام رجال؟ كلام رجال. يعني كلام رجالي؟ اه طبعا كلام رجال. كلام رجالي؟ لا كلام رجال. والنبي كلام رجال. يلا. شبراوي، يا شبراوي. زبيده. ايوه زبيده. زبيده بشحناها ولحناها. ايوه انت زبيده اهو. ايه يا زبيده انت؟ انا اعصابي باظت وجسمي ساب وعقلي طار. ليه تعملي فيها كده يا بنت؟ ليه؟ غصب عني يا شبراو، انا ماليش ذنب. انا دورت عليك كتير، انت اللي تهت مني. انا اللي تهت؟ ده انا اعرف مصر من 12 سنه. انا افتكرت انك هتعملي فيها زي زناتي. فشار، انا برضه عامل زي زناتي. ما قلتلكش، مش انا قابلت فلاتي؟ فين يا بنتي؟ ايه والله قابلت وكلمت زي ما بكلمك كده. وما مسكتوش ليه؟ ما صوتش عليا ليه ولميت الناس؟ ما هو اصله مديني معاك هنا في السيل. هو اللي قال لي؟ ايه؟ عليك يا زناد، قابلها في السلم. تاخرت ليه يا فوزي؟ مش على ما الفرح خلص ووزعت الواد رق. تعالى اتفضل، خش خش وده وقفت وخشي. اتفضل. خايف عليك قوي النهارده يا زناتي، قلبي كان متوغوش. ده انا اللي عشانك اعمل العجبه توحه. سيبكم الكلام الفارغ ده ونشوف شغلنا الاهم. كل دي صيغه وفلوس؟ دي خطه العمر يا زناتي. اهو كده. المره دي طلعت بطل صحيح على زناتي. هيصعبوا عليا قوي دول. انا بقول ايه؟ احنا مش هنقسم، هنقسم بقى على كام؟ نقسم على دول يما يما على رزا نادي، ما معروفه التلتين والتلت، في ناس هتاكل تاني هديها. لا انا عايز النص. نص ماشي، ننصص. ننصص يا زلمه. اخويا حبيبتي. بس قبل ما ننصص هنطلع ده من اللعبه، ندكن عليه الباكو ده. ليه؟ ده اجره المحامي اللي هيدافع عن حبيبي وهيترافع، مش يمكن براءه باذن الله. اخويا. يلا نقسم بقى. لا نقسم ايه؟ كلها ثلاث اربع ايام ونخرج ونقسم براحتنا. نشيل الشنطه دي دلوقتي. ماشي، نشيلها عند توحه. يلا يا توحه. لا 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 لا، عند توحه لا. ليه يا حبيبي؟ اصل عندك الرجل كتيره، شيء مزكتية وقلتية، وناس خارجه وناس داخله، وده جاي يدفع عربون وده ياخد. انا بقول لي شيل عند اخويا وحبيبي، شيل عند فوزي. والله ساعات احس انك اذكى مني. يلا يلا عسل. هي دي هي دي الدبايه. يلا اقفل عليها جوه. جوه حالا. ثانيه واحده وجاي لكم على طول. اوحشك اوحشك يا توحه. طبعا يا زناتي، انت عارف محضرك ايه لما تخرج؟ ايه؟ لا خليها مفاجأة. انا اللي حضر لك مفاجأة جميلة جدا. حقيقي؟ اه طبعا. ايه هي؟ يا بنت الكلب.
فاكرة انك هتضحك عليا توديني السجن انت وفوزي وتاخدوا فلوس، لكن ده بوعدك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه كنت فاكرين انك راضية اسألكم واسيب لكم الفلوس وتبعتوا الخدام يبلغ عليا. نمصص ها؟ نمصص. حاضر. الو النجدة؟ ايوه النجدة، انا العسكري شبراوي عبد الدايم من مركز ابنوب. ايوه عايز ابلغ عن جريمة سرقة مجوهرات في 33 شارع محمد علي في الدور الثاني شقه 11. ايوه يا فندم، وانا هكون في المديريه الصبح للتحقيق وتحت امركم يا فندم. مع السلامه. مع السلامه، دي مسؤوليه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. وعشان تحلو بقى حلو هشام نمصص، يبقى نصصها مع الحكومه بقى حلو. اخرس اخرس اخرسه. مع السلامه يا كلاب. تمام يا فندم، الحرامي زناتي جاي يسلم نفسه. زناتي؟ ازيك يا زناتي؟ وحشتينا يا زناتي، ليه تعمل فيها كده؟ انت عايز توديني في داهيه؟ انت مش عارف ان دي مسؤوليه؟ معلش انا غلطت يا شبراوي، بس اوعدك اني بعد ما اخرج من السجن هبطل سنك. حط الكلمشات. لا انا مش هحط حاليا، كلمتك دي اقوى من الكلمشات. اودي مين بقى السجن بقى؟ اودي مين المستشفى؟ مين الاول؟ انتوا الاثنين حبايب. هادي مادي سيدي محمد البغدادي شالوا حطوا كله على اوراق مظبوط. اقرار. انت اللي حاطط لنا الاقرار. اقرار ايه؟ انت مش قاربها؟ لا داني اللي مرحلها من كفر جمعه لحد هنا. ايه تبقى ترجع بيها تاني كفر جمعه وتجيب لي حد بقى من قرايبها علشان لازم ينزل الاقرار. لا انا في عرضك، أنا خلاص كرهت المأموريات والسفر. أبوس إيدك لحضرتك تمانكي، خلاص كفاية كده على شبراوي اتبهدل. بيتني عندك الليلات، وبكرة الصبح خلي شبراوي يجيب جوز أمي يمضي الإقرار. أبوس إيدك. طيب يا بنتي، طيب. خد يا سيدي، خد نضيف، اكتب لي تعهد هنا، اكتب لي تعهد إنك تجيب لي جوز أمها أو أي حد من قرايبها بكرة علشان يمضي الإقرار. أيوه اكتب. اكتب لك وأمضي لك كمان. شوف يا بنتي. نعم. أنا حبيتك عندي الليلات إنسانية مني بس. انما لو ما جابليش بكره جوز امك او اي حد من قرايبك عشان يمضي الاقرار انا مش هثبتك في الدفتر. التعليمات بتقول كده، انت فاهم؟ ايوه فاهم يا تمرجي. تمرجي؟ باش تمرجي؟ ايه حضره الباش تمرجي يعني؟ شمراوي اتفضل يا سيدي. وري هتوحشين يا سلام. انا مش هسيبك. لا أنا عامل لك زيارة كل جمعة، يعني زيارة من حين لحين، متخافيش، أنا معاك يا زبيدة. مع السلامة. خلي بالك من نفسك يا شبراوي. أيوه، خلي بالي من نفسي. مع السلامة. خدني معاك يا شبراوي. قولي يا زناتي. قولي يا زناتي خدني معاك. شبراوي يا شبراوي. على فكرة انت ما طلعتش راجل زي ما كنت فاكر. انا عملت ايه غلط بس يا زناتي؟ سبتها ليه؟ دي محتاجة لك. انا بنفذ الاواب. انا عبد المأمور. دي بتحبك يا بني ادم. بتحبني انت؟ تفتكر كده يا زناتي يعني؟ ما حسيتش ده؟ هو انا بحس ده نكبل؟ انا صحيح مش هين عليا سيبي، بس انا الواجب والمسؤوليه. مسؤوليه ايه؟ اجري. مستني ايه؟ روح. لولاك كنت ضعت يا شبراوي، كنت انا ضعت. اجري اجري، هاتها عشان ما تندمش. اروح اجيبها يعني؟ اجري. والمسؤوليه؟ يووو. امشي. لا
يا سيادة البشتمركة. نعم، في ايه تاني؟ افرض يعني ما لقيتش حد من قرايبها يستلمها. تبقى تستلمها انت دلوقتي. انتوا ايه؟ ما بتفهموش؟ ايوه خدي همها. استلمها ابن الدولي، ما بيفهموش. يا عم تغني. خلاص يا زناتي استلمتها. شبراوي، هو انت هتوديني فين؟ على كفر جمعة. كفر جمعة؟ لا، الاسبيتال يا ارحم. استني بس يا زبيدة، اسمعي، ايه رأيك اللي يوفر لك العيشة الهنية والنومة من غير ذل ترضي تعيشي معاه؟ ما لقيتوش، بيقول امي نشان عويد. هو هيتجوز امك يا بنت. شبراوي هيتجوزك انت. شبراوي هيتجوزني انا؟ شبراوي هتتجوزني؟ ايوه. يا فرحتك يا زبيدة، يا فرحتك يا زبيدة.